السلام عليكم، هشام الحلو، ديزاينر انترناسيونال مغربي. هذه 25 سنة وانا تنمارس في هذا الدومين، تنمثل بلادي في العالم كامل. صوتوا عليا في 2017 في كمومبر ديال المنظمة العالمية ديال التصميم، كمومبر دو كونسيل دادمينستراسيون، وهذه سنين تنحاول نلعب الدور ديالي كسفير ديال التصميم المغربي عبر العالم والافريقي، وتندير دائما المجهود ديالي باش نعطي نظره زوينه وقويه لبلادنا. وتنمشيت العالم كامل، تنمثل بلادي في العالم كامل. مي دوزت هاد ليليكسيون ديالي في لورغانيزاسيون مونديال ديزاين، مشيت لعده دول بحال المكسيك، لا كوري دو سود، الكندا، الامريكان، ليطالي، لا سلوفيني. ونقول واحد القضيه، تندير هادشي اتيتر بينيفول، زعما نروح للمواطنه. كل اللي عندي هو اللي عيطوا لي شي اصدقاء ديالي، شي فنانين مغاربه، وقالوا لي بان داروا السميه ديالي في واحد العريضه، هذيك العريضه ديال 400 فنانه اللي داروا ضد المغرب وضد لي فورس دو لورد، وانا ما عندي حتى شي علاقه مع هاد العريضه هذه، وبغيت نقولها. قول انا ما عندي حتى شي علاقه مع هذه العريضه، انا ضد هذا الشيء اللي تيديروا يستعملوا السميه ديالي والسميه ديال الناس الاخرين، هذا الشيء ماشي معقول. وانا ما تنسيني حتى شي عريضه، تنسيني غير الكرياسيون ديالي. وبحال اللي قلت قبيله، انا تندير المجهود ديالي باش نمثل بلادي والله الوطن الملك، هذا الشيء اللي تنعرف. انا تنطلب يحيدوا السميه ديالي والناس يعرفوا بان انا ما عندي حتى شي علاقه مع هذا الشيء هذا، وانا هذا الشيء هذا جو لو كوندان، وما خصهمش يستعملوا السميه ديالي والسميه ديال الناس اللي حتى هما مضرورين، و سي با نورمال. وحسيت راسي مفاجئ، تنقول انا داروني في شي حاجه اللي ما انا عندي ما عندي علاقه معها، وهادشي هذا ضد البلاد ديالي، وانا ما عجبنيش الحال. دونك توت سويت كتبتها في الفيسبوك، قلت بان انا هادشي هذا جو لو كوندان، وكتبت لاباج فيسبوك ديال الناس، قلت لهم حيدوا السميه. جاوبوني قالوا لنا غادي نحيدوها من دابا 15 يوم. دونك فوالا، دونك انا بغيت نقولها، بغيت ندير هاد لا ديكلاراسيون باش الناس يعرفوا بان السميه ديالي في هاد لا ليست غادي خصهم يحيدوها، وانا ما عندي علاقه مع هاد الشيء هذا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.